تعليم جيد جدا. هيك عم تصور؟ طيب الخطوه الاولى هي انه لازم نتبع خطوات التعقيم الجراحي. التعقيم الجراحي انه بس بنخلي العالم بس في فكره شباب ركزوا عليها. اسبوع تعلمت لبس الكفوف، رح نتعلم لبس الكفوف. دخل تشويق اذا لبس الكفوف، معلش لبس الكفوف في هذا الشكل. عندي هاي الساحه عقيمه، مفترض انه انا مغسل تغسيل جراحي، تمام؟ فالتغسيل الجراحي يعني ايديه عقام، تمام؟ لازم يكون لابس لباس غرفة العمل. بداية الست، هذا الست ست كومباين سباينال اند ديورال، تمام؟ مبدأه بسيط، هو عبارة عن وجود ابرة سباينال قطرة من هون قصير، راح يدخل بنهاية ابرة توهي، تمام؟ بالناحية السفلية تبعيتها اللي هي مثل ما حكينا ابرة توهي كليلي توصلنا لحيز فوق الجافي، فيها نقطة محورية بإضافة لألوان مختلفة، كل لون هو 1 سنتيمتر، تمام؟ طيب عندنا هاي القسطرة، عم بيرجينا رأس القسطرة انه نهاية مسدودة. الغاية من النهاية المدببة المسدودة أن ما تدور أثناء دخولها الحيز فوق الجافي مع فتحات جانبية اللي بتم خلالها تسريب المادة المخدرة. عندنا هاي القسطرة وهاي تركيب الفلتر مع تبعاتها. بداية أنا لما بدي ركب حطها على طاولة عمليات بجانب طاولة المريض أو خلف المريض. نفتح السيت، تمام؟ هون شو وضعه؟ عقيم. هون شو وضعه؟ عقيم. طيب نلبس الكفوف اللي هي مؤسسة بهذا الشكل. ناخذ هذا الطرف اللي راح يكون من جوا، معلش سطيف تشوف الفيديو بقان لحقان. الكف في بودرة، فهذا الشيء بيساعدني. لبسنا الكف، وين ايده؟ من جوا. طيب الحركة الثانية انه نعمل هيك جيب، تمام يا جماعة؟ كل شاف هذا الطرف شو راح يكون؟ مو عقيم، تمام؟ شو وضع ايديه؟ معقم. اطلب من المساعد انه يشيل لي هذا الكب على طرف، تمام؟ طيب الخطوة التالية هي نفتح الست، نطلب مساعدة بعد هذا الشيء، ونحاول قدر الإمكان ما نكبه لأنه هذا الشيء بيفيدنا بوضع الشاش والشغلات اللي ما نكبها، تمام؟ طيب فرش الست موجود كل شيء. ست أو الكت، تمام؟ نفتحه بهذا ست أو كت، نفتحه بهذا الشكل. طبعا كله عقيم. طبعا أنا عم أشتغل عقيم حاليا، تمام؟ طيب. إذا صار عندي ست موجود بهذا الشكل، حطوه بهاي الترتيبة. هاي العدة أو هاي المعدات الموجودة الغرض منها هو التعقيم. تعقيم. هاي الساحة العقيمة اللي رح نفرشها على ظهر المريض، وهذا تتمي للساحة العقيمة. بيجي عندنا هون شو اسمه هذا؟ هذا بوفيدون. حاطي لي كمية قليلة مشان إجراء بسيط، تمام؟ هلا بنحكي. عندنا هاي القسطرة اللي موجود وين؟ لازم المفترض أنها توصل حيث فوق الجافة. هذا اللصقة بنحط فيها على قسطرة فوق جافي بعد ما نخلص، على كل نحط على طرفها نشغل فيها حاليا. هذا الدليل البروشور اللي بنشتغل على أساسه، وهاي المسميات الدوائية لكل دواء. فأنا إذا مسكت عبيت سرنج مثلا مخدر موضع زائد أوبايد، يعني زائد مسكن أفيوني، فمسكنا اللزق حطيناه على السرنج تبعي، تمام؟ مسكت مثلا لوكال أنسيزيا سرنج تخدير موضعي، فبالتالي شو؟ هذا سرنج تخدير موضعي، فبحط على كل واحد مسمياته أو واسمه مشان شو؟ مشان ما أتلخبط في الأدوية، تمام؟ طيب هاي الغرض منها هي عبارة عن فليني. بعد ما نخلص شغلنا بنحط الإبر هون مشان ما يصير شو؟ إنه ما نصيب بعضنا أو ما نصيب حالنا بإبر إذا كان مريض معه التهاب كبد بي أو سي، تمام؟ طيب هاي الفلتر هو صمام محيط الاتجاه، الغاية منه هو منع دخول البكتيريا، فهو فلتر بنحطه مشان تصفيه لاي ماده دوائيه بتفوت. طيب هذا السرنج عباره عن سرنج زجاجه، تمام؟ بيتم تعبئه الماركاين 3 ملي فيه، تمام؟ الغايه منه هو الحقن تحت العنكبوتي، يعني تخدير قطني، تمام؟ طيب عندنا راس او عفوا سرنج انسولين، طبعا مع وجود راس انسولين لا تخدير الجلد وما تحت الجلد. عندي سرنج عالي الحساسيه اللي هو سرنج منزوع الضغط، او سرنج عالي الحساسيه اللي هو شو؟ بفيدنا باختبار زوال المقاومه. هذا السيروم الغايه منه تمديد الادويه او اخذ سيروم واختبار فيه زوال المقاومه، تمام؟ طيب عندنا هون لدوكاين 1%، طبعا ننتبه انه هذا الدوكاين لا يعطى وريده، السبب انه في مواد حافظه، فحقنه حصرا لازم يكون تحت الجلد، تركيزه 1%، اتفقنا 1% يعني 10 ملي جرام بكل ملي. عندنا هون شو؟ ليدوكاين مع ابنفرين، طبعا التركيز 1.5% للليدوكاين والابنفرين 1 ل 200 ألف. الغايه من التركيز هذا هو انه انا شو اختبر
اختبر بعد وصوله الى حيز فوق الجافي من خلال حقن جرعه الاختبار. ارفعوا لنا عن ظهر مصطفى. طيب نجي للمفيد، هذا سترنج 2.5 مشان تتمه التخدير الموضعي. ركزوا شباب، عندي هون ابره السباينال، لاحظوا كيف عندنا هاي ابره قياس 25، لازم تكون 25 ولكن الراس هون اقل من 25. طبعا الراس متمنى شايفين، لاحظوا كيف الراس من نوع وايت كير، يعني راس مسدود مع فتحه جانبيه، طبعا بالاضافه لوجود النقطه المحوريه اللي بتحدد له اتجاه الشطفه. تمام، فانا اذا زرت ارفع مستوى الحصار الشطفه بتكون لفوق. هاي ابره توهي اللي هي ابره كليلي مثل ما اتفقنا. طيب هاي ابره توهي مميزه عن الابره اللي شفناها قبل شوي انه في لها فتحه سفليه. هاي الفتحه بتسمح لدخول ابره السباينال تمام من خلالها، فبالتالي انا من خلال ابره ابيديورال فيني اخدر سباينال. هاي هي عباره عن وصله اللي بتسمح هون دخول القسطره، والطرف الثاني يكون الحقن بالسرنج طبعا موصول في الفلتر. هذا الراس الابره هي غاية منه خرق الجلد من قبل ابره التوهي. طيب يبقى عندي هذا الغاية منه هي تعبئه الادويه، بوصله بسرنج بعبي فيه مثلا ليدوكاين، بعبي فيه ليدوكاين مع بنفرين. هذا السرنج ليشو لا حقن الجرعه اللي لازم يكون مثلا فرض انا بدي اخدر فوق جافي، فبحط 10 ملي مثلا ليدوكاين اذا اردت حصر خمس فقرات او خمس شدفات، لانه كل شدفه بتاخذ 1-2 ملي من المخدرات الموضعي. تمام، بدايه راح نباشر الشغل. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم راح نباشر في الشغل. تعرفنا على المعدات في بدايه مقطع الفيديو، الشباب بعدونا شوي، نعمل ساحة على المريض، نطلب من المريض وضع ايديه على ركبه ويرخي كتافه ودقنه على صدره. شباب علو لسه شوي عبد فوق الاجوبة. طيب الخطوة الثانية، ركز معي يا محمد. اذا الخطوة التالية بنفتح البوفيدون من هذا المكان. طيب بعد ما كتبت البوفيدون كنت في هذا المكان، جمع خلاص النفايات وين؟ افتح إذن صار عندي شو؟ بوفيدون. ليش أنا ما بعقم بإيدي ومسك شاش بعقم في إيدي؟ مشان موضوع ما يفوت التهاب السحايا العقيم، فبالتالي فوفي لازم تكون خالي من البوفيدون. تمام؟ طيب إذن بنغطي ثلاث فرشايات بهذا الشكل. تمام؟ مصطفى تسمح لي نعقم لك؟ خليك مصطفى، ثلاث علامات يا مصطفى. كل مرة معلش 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 معلش. طيب التعقيم ما بيكون بأكبر من هاي الدائرة. إذا البوفيدون صحيح كم قليلي ولكن كافي. تعقيم من مركز للمحيط أو سحب أو باتجاه واحد. كيف اتجاه واحد؟ بهذا الشكل راح تشوفوه حاليا هيك. طيب خلصنا تعقيم؟ نعم. وقف فيديو شوي، شغلوا عضوية جوالاتكم. هاي ساحة عقيمة. مصطفى خليك من بانتي وضعيتك. تمام؟ يفترض انه انا خالص من التعقيم، هي خالصين من الناس. تمام؟ طيب هلا من الافضل ان يكون في شخص لابس معي، فبستفاد منه على انه يكون مساعد. لا عندي ساحه عقيمه، يفترض اعلى شوي لورا، يفترض اخذ هيك حيز بالبركت و هي عقيمه طبعاً. شو اسمها الساحه؟ ساحه عقيمه. وين شغله؟ بهذا المكان مثبت عدد. طبعا نفسي بحط ايده بالشغل هيك ولكن معلش حاليا. اذا هذا شو اسمه صار؟ ساحه عقيمه. نرجع نكمل ساحتنا العقيمه فيها شو بنساوي؟ هاي شو صار اسمه؟ ساحه عقيمه. هاي ساحه عقيمه. طيب بعد منها بيجي دور مين؟ مين؟ سحب الجلد لوكال انستيزيا. معلش هدوا شوي شباب، كل معي لحدا يشوش. ما اعطيك كمان مصطفى. طبعا ما راح نشكره مصطفى، ولكن تحديد بكون حط من دون راسه، ولكن حددنا راس العظم الحرقفي. هذا هو راس العظم الحرقفي، شايفين كيف مستند عليه؟ لازم التحليق قبل التعقيم؟ لا لا، هون حط ساحه عقيمه هي النايلو. تفرجوا يا شباب، اخذنا خط افقي، هاي المستوى. تمام،
ساكت شوي يعني. هو نفس طريقة تعقيم زيت بوفلون؟ اي معلش. إذن هذا المكان تمام؟ هذا المكان شو؟ هو المستوى بين القطنية الرابعة والخامسة. أنا حددت المكان، طبعا بإمكاني أحدد بطريقتين، الطريقة الأولى بهذا الشكل، إما إنه أخلي ضفرة يعلم محل ما اشتغلت أو بسرنج حطينا بسرنج بس بالجلد وبسحب. طيب قرب يا محمد. إذا لاحظنا وجود هاي الثقب، شايفين هاي العلامة اللي أنا حددتها؟ هي علامة شو؟ طيب هلأ بيجي دور مين؟ تخدير جلد تحت جلد، بعد منا نعمق التخدير كمية أكبر باتجاه وين؟ باتجاه الأربطة الفقرية. بعد منا بيجي دور مين؟ إبر الثاقبي ما قبل مرحلة بريتوهي. هاي شو شغلتها؟ نثقب فيها الجلد، ثقبنا الجلد وطلعنا تمام؟ طبعا المفروض يطلع دم، نشفنا بعدين مسكنا إبر التوهي نمسكها بهذا الشكل، متحم خليه ما يطلع لأنه إذا طلع هون ممكن يدخل أنسجة بهذا الشكل تمام؟ طيب نجي على الاتجاه، لاحظوا كيف انه اتجاه تخدير الشوكه او بالفقرات القطنيه بيكون هيك، اما على العكس تماما لما نخدر رقبيه فبيكون الدخول هيك تمام. فنتجه باتجاه مين؟ النواتئ الشوكيه، فالناتئ الشوكي عاطي هذا الانحناء، فانا لازم ادخل هيك الابره. اما اذا دخلت بزاويه قائمه على العمود الفقري او على النواتئ الشوكيه ممكن يصير يدور في عظم اللي هو شو؟ اعلى ناتئ شوكي للفقره القطنيه الخامسه تمام. دخلنا بهذا الاتجاه تمام، بعد ما نكون طبعا ثاقب الإبرة ندخل مقدار شد 3 سم يعني كم لون؟ 3 ألوان. بعدين فتلنا الشطفي باتجاه الأعلى سحبنا الجايد، إجا دور مين؟ حساس رنج عليه الحساسية تمام؟ ما حبيت مسوك سد رأس الإبرة تمام؟ طيب إما نسحب سيروم أو نسحب هواء بكمية قليلة، سكرنا مين؟ أحكمنا العلاقة الوصلي ما بين إبرة طلع يوم الشنج على الحساسية. عبيت الأسيروم هوا تمام. شوفوا يا جماعة شوفي مقاومة، خليك انت عبد بس ايدك تدخل لجوا، بس ايدك من دون ما تتحرك الأصابع. اذا داخل هيك عم تدخل الإبرة، فاتت 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 عبد، حاول تخليها تدخل بين صابعك الإبرة. بسم الله قيت الدم الأول. اذا زالت المقاومة، مبدأ زوال المقاومة بسيط مثل ما رجعنا شفنا. عبد شيل ايدك ورجع حط ايدك، شايفين كيف نعمل هيك بتزول المقاومة؟ بزلت المقاومة معناته نحن وين وصلنا؟ حيث فوق الجافئ. من المفترض أن وقت الشيل الفك سرنج ما يطلع لا سائل شوكي ولا دم. بهاي الحالة طبعا لازم تكون ثابتة الإبرة بظهر المريض لحالة، ليش؟ لأنه مثبتة ضمن الأربطة الفقرية وأنسجة الجسم. طيب أعتبرها ثابتة، تفضل عبد خليك ماسك تمام. بيجي دور مين؟ تخدير الشوكي تمام. فالتخدير الشوكي إلك لورا شو عبد؟ ضوابي لهون شباب حسنا. طيب قسطرة لا بصير نحقل بدون قسطرة؟ لا بصير قسطرة، وهي هون انت عم بيقول لك هذا تخدير شوكي زائد تخدير فوق. هلا هون الشطف بنحط لفوق لتحت لفوق حسب ما هي مثل ما هي لفوق. لاحظوا كيف انا فتت في ابره السباينال، وين فاتت الابره؟ ايدك شو عبد معلش شوي. طيب هلا شوفوا كيف دخلت بس ما طلعت من الانحناء تبع الجافي، بنفتل شوي الابره دقيت لقدام شوي تمام. شايفين كيف يا جماعه؟ فأسفل الإبرة التوهي في ثقب، هذا الثقب بيسمح لإبرة السباينال أن تخترق الإبرة أو ما بعد الإبرة لتخرق الجافي. بعدين شو شغلتي هون راح أعمل؟ إسحاب الجايد، فلازم يطلع سائل دماغي شوكي اللي هو CSF. طلع ده سائل دماغي شوكي، مثبت إيدنا على ظهر المريض بهذا الشكل هيك. طبعًا الإبرة جوا مثبت هيك تمام. ثبتنا بيجي دور الحقن. طبعًا أنا من المفروض أنا معبي مين؟ معبي ماركاين. الماركاين بنحط هون ثبت عبد ماركاين، ثبتنا عملنا اختبار رشف لازم يطلع سائل شوكي. من السائل الشوكي ميزاته انه فيه سكر، السكر لما بيجي على الضوء بيصير فيه ضوء بيطلع جزيئات السكر ضمن السرنج البلور بمنظر جدا رائع، عرفنا كيف؟ طيب طلع سائل شوكي، بتجي دور مين؟ حقن الجرعه. دائما تخدير الشوكي بس كان الحقن بطيء فبالتالي نسبه نجاح حصار اكبر، اما اذا الحقن سريع ففشل الحصار اكبر. اذا بنحقن بطيء كل ما كان الحصر بطيء. اذا بالتخدير القطني بنحقن ببطء. حقنا طيب. جرعة الماركاين ضمن حيث احتلال كابوتي. بقى بيجي معنا فكرة الخضخضة. الخضخضة فائدتها أنه بسرع بدء الحصار. مبدأ أنه نحن نرشف سائل شوكي يختلط مع المخدر الموضعي الأميدة الموجود ضمن السرنج نرجع نحكم. فأنا مثلا أفرض عندي 4 ملي ماركاين، نعمل سكشن إلى 1 ملي CSF، بعدين حقن للثلاثة، بعدين رشف 1 ملي حقن للاثنين، رشف 1 ملي حقن للواحد، رشف 1 ملي حقن كامل الجرعة. شو بنستفاد بالحالة هاي؟ بنزيد نسبة الارتباط ما بين
الماركائين، وما بين شو؟ ما بين البروتينات موجودة ضمن سي اس اف. هذا الشيء طبعا راح يسرع من بدء الحصار الشوكي. خلصنا تخدير قطنة، شلنا ابرتنا حطيناها على طرف، بيجي دور القسطرة. تمام تمام. هلا دور القسطرة بيجي هيك مفتحها بهذا الشكل. تمام. طيب القسطرة هي عبارة عن بوب بلاستيكي ضيق القطر، اطوالها ثابتة. مبدأ بسيط انه رأس المنة مسدود يعني كليل، فبالتالي بتدخل بالحيز فوق الجافي، بتنزلق رأس الكليل على الجافي وبتطلع باتجاه الشطفة اللي هي ممكن يكون اعلى او اسفل. الشغلة الثانية انه انا هاي شغلتها، هاي الوصلة شغلتها انه توصل لي ما بين ابرة التوهي، تعمل لي مجال مع دخول في حيز فوق الجافي. القسطرة يا جماعة انا لازم اعرف شغلي انه القسطرة اللون الازرق الموجود في رأس المنة الى اول نقطة، هاي المسافة هي 5 سنتيمتر. طيب من اول نقطة لتاني نقطتين ففي 5 سنتيمتر، ولكن كل نقطة ما بين النقطة الثانية هي سنت 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 سنت، لوصلت لهون 5 سنت. فاذا من الشخطين لرأس الابرة هي 10 سنت. طيب في ثلاث نقاط يعني 15، اربع نقاط 20. فبالتالي المسافة ما بين رأس القسطرة واربع شخاط ما عدا 20 سنتيمتر. تمام. عم يقول لك من المفترض انه رأس ابرة التوهي تدخل ضمن ابرة التوهي، عفوا رأس القسطرة تدخل ضمن ابرة التوهي مسافة تقريبا 10 سنت. فبالتالي هاي المسافة هي لما توصل لها معناتها الابرة وصلت عند رأس القسطرة. شايفين كيف؟ شوفوا، شايفين هذا اللون اللي حطت لي هو؟ عم يعلم لي انه انت لما توصل لهذا اللون معناتها قسطرتك، رأس قسطرتك وصل عند رأس ابرة التوهي. تمام؟ واضح. صور الرأس. في شوية مقاومة، معلش شوي. لاحظنا شغله يا جماعه. نعم. فاذا اللون الازرق عند راس ابره التوهي، انا افترضت لازم دخل الابره مقدار 3 الى 5 سنت بالحيز فوق الجافه، فبالتالي لازم ادخل لون لونين 3 فهون 3 سنت مثلا. تمام. طيب ندخل هيك، طبعا هون الجافي افترضت هيك الجافي. تمام. هيك بهذا الشكل هون من المقطع. شايفين كيف؟ هيك بتكون في هذا الشكل. في المرحله بيجي دور سحب القسطره، انا دخلت وين؟ حيز فوق الجافه مقدار 3 إلى 5 سنت. ليش ما ندخل أكثر من هاي المسافة؟ لأنه ممكن القسطرة تلتف حول جذر عصب وتسبب لنا شو؟ تسبب أنه تعلق في جذر العصب، فبالتالي لما نجي نسحبها ممكن تعمل أزية عصبية عن طريق شو؟ عن طريق أزية جذر العصب الموجودة فيه. فهذا الشيء لما أنا بدي أسحب القسطرة وبلاقي مقاومة لازم مباشرة نعمل شو؟ لازم نطلب استشارة عصبية ونعمل سي تي، نعمل سي تي سكان يعني طبقة محوري. طبعا الغاية موجود هاي الألوان الزرقاء، هاي اللون الأزرق شايفينه مثل ما حكينا أو بنحكي أن هي ظليلة على الأشعة. تمام. فالبلاستيك مو ظليل على الأشعة، أما هاي الألوان هي ظليلة على الأشعة، بتقل لي شد أنا فايت حيث فوق الجافي أو بتقل لي القسطرة وين موجودة. تمام. بتبين على التصوير شو. تمام. فهون الفكرة، أنا دخلت بالحيث فوق الجافي، الإبرة مثبتة في ظهر المريض، خدرت قطني وطلعت. شو بيجي بقى مرحلة السحب؟ لما بدي أسحب ما بصير أسحب بعنف، نسحب بهدوء مع توتير القسطرة، بنوتر القسطرة لأنه ممكن تنسحب معي. تمام. فأنا بثبت القسطرة وبسحب. طيب بس بينت القسطرة على مسافة الجلد بطلب من المساعد أو أنا بسحبها بثبتها هيك بهذا الشكل. هون مفترض يطلع شوية دم مع القسطرة، بنعمل هيك. تمام. خلاص شغل القسطرة، خلص شغل إبرة التوهي والقسطرة وين صارت؟ هاي فوق الجافي، خدرت قطني، خدرت فوق الجافي. بنجي على الوصلة، هاي الوصلة نجي لهون مركبة بهذا الشكل. شايفين كيف؟ احد اختلاطات سيئة انه اذا كنا ما مركبينها للاخر فممكن شو اثناء الحقن يكون في مقاومة شديدة. لازم تدخل لوين؟ لهذا الفرق، لنهاية ما بتدخل فيه القسطرة، لهون للاخر، دخلة الاخر. سكرنا، منفك، نعمل اختبار الرشف. لازم اذا عملنا رشف ما يكون no blood no CSF. لازم شو يطلع؟ ما يطلع شيء، لازم لا يطلع دم، فبالتالي انا ضمن وعاء، ولازم ما يطلع كونتاكت سلبي CSF، فبالتالي انا ضمن الجافي. لازم شو؟ لازم سحبت سكشن ورجعت تركت ترجع لمحلها. تمام. بالمقابل اذا مسكت سيروم ملحي او سيروم ملحي، لا ما لازم يطلع شيء. اذا بالمقابل مسكت سيروم ملحي او جرعه الاختبار وحقنتها ضمن الحيز فوق الجافي. هلا جرعه الاختبار ليش حطوا لنا اياها؟ حديثا تم الغائها بسبب وجود الادرينالين. الادرينالين ممكن مثل ما حكينا انه يسرع عدد ضربات القلب، يقلل فتره الانبساط العضلي القلبي. فلما تقل فتره انبساط العضلي القلبي هذا يعني قلت الفتره اللي بتروى فيها القلب، يعني نحن عرضنا القلب لنقص اكسجي او نقص ثروي، فبالتالي صار اضطراب ما بين حاجه القلب للاكسجين والاكسجين اللي عم يجي. تمام.
الفكرة منا أنه أنت حاططنا لدوكاين 1.5%، فإذا أنا حقنت هاي الجرعة اللي هي مقدارها 3 إلى 5 ملي لتر من الأمبولي، إذا حقناها ضمن القراب هذا يعني أنه المريض لازم يتخدر بسرعة، أما إذا حقناها ضمن وعاء لازم النبض يتسرع لأنه في عندي أدرينالين، فإذا حاطتنا لدوكاين وأدرينالين، الأدرينالين إذا حقن ضمن وعاء دموي رح يسرع النبض، أما إذا حقن لدوكاين موجود ضمن العنكبوتية ضمن, ضمن, ضمن القراب، هذا الشيء رح يؤدي لتخدير المريض بسرعة، بقول لك المريض بسرعة نمى الأجرية. طيب نحن هون شو خدرنا فوق جافي، ما طلع سائل شوكي، ما طلع دم، نجي بعد منها للحركة الثانية أنه أنا عندي شو، عندي ماركاين ضمن هاي أو سيروم محي، نغسل الفلتر الموجود نفرغه من الهواء. طيب اعتبرنا هيك فرغناه، نجي للمرحلة التالية هي هون، هيك نكون خلصنا تخديرنا، نعمل هالحركة هاي. بدنا نحقن جرعة، حط على ظهر المريض، حط 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 عبد، حط على مكان فتحة، على الفتحة معلش، حطه هون، نعمل هيك قسطرتنا، يكون انتهى شغلنا، نبلش ننهي شغلنا، تمام؟ انتهينا من تخدير فوق الجافي، تجي مرحلة الضماد. طيب مرحلة كمان مهمة مشان موضوع الانتانات التالي لعمل جراحي، يمكننا نعمل شيء اسمه نفق تحت الجلد. نفق تحت الجلد الغاية منه انه نحن نثبت القسطرة اكثر في ظهر المريض او نقلل نسبة الانتانات، وهي الغاية منه اكثر شيء انه نثبتها بظهر المريض اكثر. شلون بيتم الامر عفوا؟ بنمسك ابرة توهي بنشد الجلد وبنمسك لدوكاين خروج ابرة توهي من هذا المكان، من هذا المكان، فانا بمسك مخدر موضعي بهي المسافة من هون لهون. خدرنا موضعي، تجي بعد منا دور إبرة مين؟ توهي. الإبرة الثاقبية لها من قبل إبرة توهي، ثقبنا الجلد، بعدين دخلنا إبرة توهي تحت الجلد، فتنا لوين؟ الثقب، باتجاه الثقب اللي طالع منه إبرة توهي، سحبنا قسطرة، بعدين مسكنا سوكي هابط، بعدين مسكنا بهذا الشكل، مسكنا الإبرة اللي طالع من هون، هذا الطرف مفترض وين؟ ظهر المريض، جوا، تمام، مسكنا هيك وعملنا هيك. صعب فيه. ما هي صعبة بالعكس سهلة. الضوء ما في الضوء مزبوط. إذن. أخذت القسطرة، سحبنا شوي، سحبنا إبرة التوهي. شوي عبد. ضليت القسطرة وين؟ طالعة من عند الجلد. المسافة الثانية وين؟ تحت الجلد. تحت الجلد تمام؟ فوق الجلد. بلشنا نسحب، نفرض هون. نفرض هيك القسطرة بهذا الشكل، نسحب 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 لحتى وصلنا للمنطقة طبعاً. هذا الشيء طبعاً بالفيديو راح أبعث لكم رابطه إن شاء الله، بتشوفوا موضح عملياً أكثر من هيك. فهيك تثبتت الإبرة وين طلعت مدخلها من هون، تجي بعد منها مرحلة فشاش بلاستر، بعدين تثبيت على ظهر المريض، بنحطه على كتف المريض من سطحه، طبعاً هذا الإجراء لازم ما يستغرق أقل عفواً أكثر من 3 إلى 5 دقائق. هو اختبار التخدير فوق جافي مع التخدير الشوكي. من هاي في القسطرة فوق الجافي. نعم نعم، كل الحكي خلال 3 دقائق. على الاقل على الاكثر. طيب فكره بسيطه، بصير خدرنا فوق جافي ونطلع بدون ما نعمل قسطره اذا بدنا قصيره. اي بصير اكيد اكيد، اسمه سنجل دوز اختبار او يعني عمليه فوق جافي طويله. اذا عمليه طويله او بدك تسكن مريضك بعد العمل الجراحي فيها قسطره، تمام. هيك بنكون ان شاء الله وصلنا لنهايه المقطع، ان شاء الله المقطع كنا اعجبكم، لا تنسوا اللايك.